سوف يؤثر على الأمن القومي في الجزائر. نحن وأنت تعرفين جيدا بأننا نعيش ما يسمى الإقليم المضطرب. في السودان حرب أهلية كلفت السودان كثيرا وأدت بالنتيجة لانقسام السودان، وأصبح السودانيين عندنا دولتين في السودان، وحتى الجنوب حاليا يعيش حرب أهلية جديدة. وفي تشاد هناك أيضا إشكاليات كبيرة، وهناك الشمال المتأزم في تشاد، في النيجر كذلك هناك حروب أهلية، في مالي شاهدنا بالقريب كيف كانت هناك حرب خضتها فرنسا والمجتمع الدولي على الإرهاب الأصولي المتطرف. الجزائر عانت سنوات طويلة من هذه الظاهرة، سنوات التسعينات كلها عاش المجتمع الجزائري في حرب ضد الإرهاب والتطرف. مصر أيضا عاشت هذه الظاهرة في فترة التسعينات واستطاعت بعزيمة وبإصرار أن تتجاوز هذه المرحلة. ليبيا اليوم صراحة التي ينظر لها بأنها بيت مال المسلمين وبأنها الممول لمشروع الإمارة الإسلامية في شمال أفريقيا، نخاف على هذا، أنا خاف على هذا البلد، على هذا الامتداد الطبيعي والجغرافي والأمني والتاريخي الذي يربط ليبيا بهذه الدول، أن يستثمر وأن تسقط ليبيا في إطار أتون التطرف والإرهاب، وأن يعلن على الإمارة الثانية وأن تكون طالبان الجديدة في ليبيا. يحدث الآن في الصومال نفس الشيء، ويحدث في العراق، ويحدث في جميع المناطق التي أصبحنا نشاهد بأنها امتداد لأقواس الأزمات. إذن على الجميع أن يدرك بأن سقوط ليبيا في يد التطرف لن يكون في صالح أحد، بالعكس سوف يعمق. طب يعني بياخذنا التساؤل مهم، موقف الشعب الليبي، موقف الشعب الليبي. أنا سألتيني على القوى الإقليمية، سألتيني وأنا التحديد على مصر صراحة، لأن مصر هي القائد التاريخي للأمة العربية وهي قائدة النظام الإقليمي العربي، فهناك مسؤوليات تاريخية على مصر تجاه أخواتها أو شقيقاتها الصغار ومنها ليبيا. على القيادة المصرية أن تدرك بأن الأمن أمن مشترك، وأن تحقيق مصالحة حقيقية في ليبيا سوف يكون بوادر الانتقال بليبيا من مرحلة الفوضى إلى مرحلة الاستقرار. وعلى القيادة المصرية أن تدعم الطرف السياسي المدني الذي يؤمن بحجم الشعب. حضرتك تتحدث مصالحة حقيقية، مصالحة حقيقية مع من؟ مصالحة داخلية. أولا هناك الفرقاء المختلفين داخل ليبيا، هناك نازحين وصل العدد إلى عدد كبيرة صراحة تقدر ب 700,000 ويصل حتى العدد إلى مليون. يعني اليوم في ليبيا نشاهد اقتتال داخلي في الجنوب وفي ورشفانة، وهذا في صالح من؟ ما هو الدم الليبي يصفك اليوم. نحن حريصين أن نكفف جراحنا صراحة، وتحقيق مصالحة وطنية حقيقية تأتي عبر البوابة المصرية التي يثق فيها الجميع ويعرف مدى نية ورغبة الأخوة المصريين في تحقيق الاستقرار والازدهار في ليبيا. الجميع في ليبيا هي يمكن كمان الحقيقة. بس يعني عندنا احنا كمان مشاكل كثيرة الآن. نعم، بعد 30/6 الموقف والمشهد يتحدث عن نفسه، والموقف تغير، وفي أعباء ثقيلة على الدولة المصرية في تلك المرحلة. ولكن زي ما انت قلت حدودنا، يعني هذه هو خط أحمر ليبيا بالنسبة الحدود، القيادة. القيادة أنا أتكلم على القيادة التاريخية لهذا الوطن، لهذا النظام الإقليمي العربي. هذه القيادة ليست اليوم ولا أمس، هذه قيادة تاريخية وقديمة، ومصر هي الشقيقة الكبرى، ومن من 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 أبجديات القيادة أن تقدم الدعم لجيرانك، ما بالك وهم شقيقات. مصر عليها مسؤولية كبيرة. ننظر لها، نحن نتابع ما يحدث في تفاصيل المشهد المصري وننظر له بتفاؤل لأنه سوف ينعكس بالاستقرار على البلدين. طيب خلينا ناخد بقى موقف الشعب الليبي فيما يحدث. الشعب الليبي غاضب جدا من حالة الفوضى، الشعب الليبي مل هذا الفشل المتكرر في جميع الملفات، حكومات انتقالية فاشلة من حكومة الكيب إلى حكومة علي زيدان. الشعب الليبي اليوم يطالب بالأمن وبالاستقرار، الشعب الليبي مل حالة التفجيرات والانفجارات التي يسمع دويها كل يوم. الشعب الليبي كان يحلم بدولة الحلم بعد سقوط نظام القذافي، كان يحلم بدولة ديمقراطية تحقق الازدهار وتحقق التقدم وتحقق الرخاء، دولة عدد سكانها بقليل، تتمتع بثروات كبيرة، موقع استراتيجي على المتوسط، تمتلك على الأقل من الإمكانيات ما يؤهلها أن تحقق تنمية حقيقية ومستدامة. تفاجأ هذا الشعب بحجم الهوة التي تجمع ما بين الماضي وتوقعات المستقبل. تفاجأ هذا الشعب بحجم بفشل النخب السياسية الموجودة في ليبيا. لا يوجد صراحة في ليبيا من يحقق الضمان اليوم إلا الدكتور محمود جبري. الليبيين ينظروا بأن محمود جبريل هو مشروع إنقاذ في ليبيا، وهناك صراحة تيارات الإسلام السياسي التي تحارب هذا المشروع،
هناك صراع داخلي خفيف في ليبيا ما بين تيارات الإسلام السياسي من جانب وما بين مشروع الدولة المدنية، دولة المواطنة، دولة القانون في جانب آخر. وهذا المشهد العبثي انعكس صراحة في جميع الملفات، فشل كامل، ملف الاستقرار فشل كامل، ملف الأمن فشل كامل، لا يوجد تحقيق للرفاهية. ليبيا اليوم صراحة، وأنا أعرف وأنتم تعرفون جيدا، بأنها تشهد مرحلة النهب المنظم. الحقول النفطية معطلة، الذين يوقفون الحقول النفطية اليوم عندهم شكوك بأن الحكومة أو الوزارة أو رئاسة الوزارة أو الوزارات هي وزارات فاسدة ماليا وإداريا، ومن صالح الشعب الليبي أن يوقف النفط. في ليبيا اليوم الجنوب تراخي كامل في التعامل مع مشكلة الجنوب، المشكل القبل الذي أصبح مشكل مهدد. أنا كتبت مقالة أسبوع هو المرصد يعني الليبي لحقوق الإنسان بيحذر من تفاقم الأوضاع أكثر فأكثر. نعم. بالنسبة لموضوع نعم. الجنوب هناك أسلحة ثقيلة تستخدم نعم. بكثافة نعم. هذا هو نتيجة الفشل في تحقيق مصالحة وطنية حقيقية. كان على الليبيين من يوم 20 أكتوبر من تاريخ إعلان التحرير الشروع في مصالحة حقيقية تنتقل بليبيا من مرحلة الثورة إلى مرحلة الدولة، تعالج الإشكاليات الناتجة عن الحرب الطويلة التي شهدتها ليبيا، تستطيع أن تحقق انتقال نوعي بعودة النازحين، تستطيع أن تحقق أبجديات الاستقرار، المحاكمات العادلة. طيب احنا يعني بنتكلم على الحدود وبنتكلم على الجيران وبنتكلم على الشعب. نعم. ماذا بالنسبة للغرب؟ يعني هناك مؤتمرات كثيرة دولية. أنا صراحة بالنسبة للغرب والولايات المتحدة الأمريكية المؤامرة يعني، وحمل الغرب جزء كبير مما يحدث في ليبيا من فوضى، لأن كان على الغرب بعد أن ساهم في حماية المدنيين وفي تطبيق قرارات الأمم المتحدة، كان على الغرب أن يساعد ليبيا، كان على أصدقاء ليبيا أن يساعدوا ليبيا في بناء مؤسسات الأمنية، في بناء مؤسسة الدفاع، كان على الغرب أن يوفر ضمانات لحماية الحدود على الأقل، كان على الغرب أن يساعد ليبيا في بناء المؤسسات. الليبيين تفاجأوا بعد غياب القذافي بأن ليبيا لا يوجد بها، ليست دولة مؤسسات، لا يوجد مؤسسات مستقرة في ليبيا. كان على الغرب صراحة، ده كان مخطط لإسقاط الدولة، يعني ده كان مخطط الحقيقة لإسقاط النظام، ولكن الذي حدث في ليبيا الذي حدث في ليبيا أن الدولة سقطت. نعم، ده المخطط. نعم. كان بالنسبة لكل الدول العربية. هذا ما يحدث، هذا هو مشروع، هذا ليس بالجديد. هذه الفوضى الخلاقة، هذه رشتات رايس ومشروع برنارد لويس القديم ومارشيل كوهين. لكن هذه النظم صراحة، النظم العربية فشلت في تحقيق عملية تحول ديمقراطي، وكان من نتائج ذلك أن هبت موجات الربيع العربي، الموجة الرابعة للديمقراطية شهدتها المنطقة. المطالب الحقيقية الأولى التي كانت مطالب بحياة أفضل وعيش كريم وديمقراطية، تفاجأ المواطن العربي بأن هناك مشروعين، مشروع الثورة التي نجحت في البداية، ومشروع المؤامرة التي أدت إلى أن تصبح دولنا دول فاشلة. هذه حقيقة، ليبيا اليوم دولة فاشلة أو دولة متعثرة اليوم. يعني أنا أبارك للأخوة في تونس، وأبارك للأخوة في تونس أنهم استطاعوا الانتقال إلى الخطوة الثانية في ضمانات الاستقرار. ليبيا اليوم تعاني صراحة، لا يوجد ذلك الإجماع والتوافق العام وذلك الخط الجامع المانع الذي يستطيع أن يقود هذا الوطن. ماذا عن جامعة الدول العربية؟ جامعة الدول العربية التي قدمت المساعدة ورفعت القضية الليبية إلى الأمم المتحدة، وأنا صراحة أحترم رئاسة الجامعة وعلى رأسها طبعا المخضرم الأستاذ نبيل العربي، لا تولي جهدا في تقديم اليد المساعدة والعون هو في ليبيا. لكن المشكل في ليبيا مشكل أكبر من موضوع جامعة الدول العربية. جامعة الدول العربية الآن تقف متفرجة على ما يحدث في سوريا، تقف متفرجة على ما يحدث من مناطق التوترات في العراق وفي الصومال أو غيرها أو في السودان، لم تتدخل حتى هذه اللحظة جامعة الدول. إذن التركة ثقيلة جدا وحجم الملفات يعني الشائكة كبيرة يعني جدا. يعني بالفعل حضرتك حددت نقاط كثيرة غاية في الأهمية، وبنتمنى السلام لليبيا وكل الدول. وأنا صراحة باسمي وباسم الليبيين أحمد أشكر طبعا الأخوة في مصر وأحمد
بقول لهم الحمد لله على السلامة للطاقم الدبلوماسي الذي رجع للقاهرة سالما، وأتمنى لمصر الازدهار ولكل الدول العربية والاستقرار. الدكتور أحمد عبد الله العمود المحلل السياسي الليبي، شكرا على تشريفك معنا في هذا المشهد، وإن شاء الله الأمة العربية في القريب العاجل نشهد استقرار لكل الدول العربية، ودائما ستظل مصر هي الأم. شكرا لحضرتك. مشاهدينا الكرام في كل مكان، وصلنا الآن إلى ختام هذا المشهد في تمام الساعة 6 بتوقيت القاهرة، الرابعة بجرينتش، خدمة إخبارية جديدة، أنا والزميلة هبة حسين كنا معنا دائما، وإلى اللقاء.